يوم يمشي ورا العيال. عايزة اتجوز عايزة اتجوز. امشي بكرامتك في جنازة وما تمشيش خالص في جوازة، ليه تخلي واحد ملهوش عازة يقسم عليك؟ مش عايزينك كده تتوتر، كتر خير مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من عايزه اتجوز. بيقولوا النبي وصى على 7 جار، بس لما الجار يعمل كده في جاره الوضع بيبقى صعب قوي. تعالوا نشوفوا شريف عمل ايه في جاره وقريب. الحمد لله تمام. حاجه ثاني؟ اه لسه شريف صاحبي اخو الكبير. اه لسه شريف فين؟ انا شريف. اه ازيك شريف؟ اهلا تشرف. اهلا بحضرتك يا فندم. انت حضرتك خاله؟ لا انا في اخو كبير وجاره هناك في منطقه التجمع وكده. تشرف. طبعا الحاج والحاجه طبعا عشان في السويس. و اول بس حضرتك اسف المقطع، انا هخش بس الحمام فين عشان الطريق. اه طب ماشي، بس اطلع اللي فوق اللي تحت فيه تصليحات بس. طب يطلع فوق عادي ولا اتفضل؟ اه عادي ما فيش حاجه. طب والحاج والحاجه فين امال؟ هو الحاج والحاج امل في السويس بس، وهو طبعا طالبهم في بنها. لا السويس. السويس انا معلش على صوتك عشان لا معلش في السويس. السويس فهو بس كلمهم وقلنا قعدت. يا رب. طب انتوا كلفتوا نفسكم ليه طيب؟ لا دي حاجه والله ما احنا يعني دي ايه مكسوفين. ايه دي؟ شوكولاته. شوكولاته من 150 ولا من ايه؟ لا شريف بقى اللي جايبها. انا هو قال لي اجيب نوع ايه؟ قلت لا شريف يبقى ب 80. قلت له النوع. هو سألني بس عن كنت انت اللي هات. ما هو سألني عن النوع، قلت له النوع ده افضل. ده انضف نوع يعني. يعني دي بالبندق ولا كريسبي؟ لا دي كريسبي. كريسبي لا الله ده انا بموت فيها. بسمة بتحب الكريسبي؟ انا حسيت بقى. ده انا بحب الكريسبي ده، محدش هيدوقها الا انا دي. لا انت خلاص. يا بسومه يا حبيبتي تعالي. هاي. تعالي. تعالي. بسمه بنتي. العريس طبعا انت عارفاه شغاله معاه. مين دول؟ انا ماجد. الاستاذ ماجد بيقول ان هو جاره في السكن. جاره؟ كده. طب ومين ده؟ انا ابن خالته. اوكي. قصدي مامته عمتي. مامته عمتك ولا انت ابن خالته؟ انت متلخبط في العيله ليه؟ يعني انت صاحبه؟ انا صاحبه؟ انا قبيبه، بس انا قبيبه اللي قاعد في الكوهيرة. بس صاحبه كبير شويه. اوكي. انت بتشتغل في المعمار؟ لا. ماري مش عارف شكلك كده غريب يعني. حاسس انك انت بايت بحاره. لا يعني انت ليه مش هو يعني مش مهندم نفسك ليه؟ اول مره. لا هو بس اول مره ليه؟ هو بس الطريق ايه؟ الطريق عمل فيه كده. الطريق عمل فيه كده كرمش. بس المفروض تيجي يعني يعني كلاسيك، حتى تحترم الناس اللي انت جاي لهم يعني. مش كوتي و اول مره ليه بس ف ايه؟ اول مره ليه فما سالنيش برضو قبل ما ينزل، وكان كلمه قلت له انزل حتى بالظبط يعني حتى استشير صاحبك يعني. وده ايه؟ جبت ايه؟ اول مره. ده ايه ده؟ انت عارف انا اول مره رحت خطبت بنت في كنت لابس، عارف ان انا مش بحب لما رحت خطبت مامة بسمة الله يرحمها كنت لابس اشيك بدله. هو بابا عامه حد مش شرطه اول ما حد لابس بدله شيك جدا يعني فاهمني. ف يعني ما كنتش قادر اروح كده يعني. ما اعرفش انتوا عندكم جراءه ده الشباب الجداد دول اللي هو يلا بدقني عادي بشعر عادي اروح عند الناس كده عادي. لا مش موضوع كده والله. والله الرحمن هي الفكره كلها. ايه ده يجي زي هقول لحضرتك حاجه. ساعات بيبقى في انترفيو ايوه بيكلمني يقول لي مثلا لا ما تجيش كلاسيك.
الكلاسيك بيلب يعني بيلبس اي حد في البلدي. اسالني على نوع الشوكولاته في البلدي بقى الكلاسيك. اسالك عن ايه؟ ساعات في مقابلات او انترفيو بنبقى رايحينها يقول لي لا تعالى كاجوال عادي. هو بيعيش في الشخص في لبس، لان اللبس الكاجوال دايما هو اللي بيبين الشخص دايما او الكلام ده. بيحب يعرف على طبيعته، بيحب يعرف الشخص نفسه على طبيعته. حبيبتي اشربي ميه. طيب خدي خلاص طب استاذن مين؟ انا ابطال استاذن. ليه؟ لا عادي مفيش حاجه يا ابني. في ايه؟ انت ايه هتستاذن ليه؟ لا بس هتنام بدري زي ما انا قلت ولا ايه؟ في لا هو حضرتك خليك قاعد بس اما نكمل الحوار بشوف. عايز اتشائمت اتضايقت جدا. ليه بس يا فندم؟ اول مره بنتي يحصل لها كده. طب المهم نتكلم بقى دلوقتي في الشبكه وفي الحاجات دي. بص يا استاذ عبد الرحمن، هي في مبدئيا في الاول وفي الاخر انا عايز اعرف يعني مبدئيا حضرتك الموضوع بقى لحضرتك المرتب بلس كوميشن ممكن اللي يتعدى 3000 مثلا في الشهر بالكوميشن بكل حاجه. لازم تبقى صريح وقايل له كل حاجه عشان يبقى فيه. قال لحضرتك موضوع الشقه، قال لحضرتك احتماليه ان هو ممكن يجيب شقه بلس الشقه اللي موجوده معاك كلها على بعض. دي بقى طبعا دي كلها حاجات طبعا لو الحاجات دي كلها حضرتك هتعملها يعني خطوه الثانيه ولا الثالثه. فحضرتك كتوتالي ممكن كشريف يتوافق عليه لحضرتك ولا هيبقى فيها اعتراضات؟ هيبقى فيه حاجه انا عايز افهم منه ونشوف هنقارن العرضين ببعض. ما انا مش فاهم عرضه خالص لحد الان. ما قالش ايه حاجه هتستني في ايه؟ يعني انت تقدر تدفع مهر مثلا، تقدر تجيب شبكه؟ طبعا لحد كام مهر تدفع مثلا؟ حضرتك طلباتك في المهر كام؟ حضرتك ممكن يعني تقول طلباتك وانا مش اقل من 100000 شبكه. تمام. ومهر اصل دي بتبقى حاجات في العيله نفسها معروف ان مثلا الاكبر من بسمه او بنت خالد بسمه بتطلب لها مهر كذا، بتطلب لها شبكه كذا، بتعمل كذا. فبتبقى بيبقى زي بتمشي مع العيله كلها، دي طلبات احنا طلباتنا كذا. فحضرتك ممكن تقولها وهو برضو اكيد هيعرفها يعرضها على شريبه والد والوالده. طب ما تتكلم. احنا لسه هنستنى الوالد. اسمع كلام شريف. يعني اسمع كلام شريف. انت برضو ما انت قريبه، اتكلم قول رايك. طيب خلاص انا بالنسبه لي مش مفيش كلام اقوله. يعني ايه؟ يعني خلاص يعني انا واحد. انت فجاه قررت ان انت ما تتكلمش؟ طب وانت جيت ليه؟ يعني جاي متفرج يعني بتقول له كلام مش حلو فهو اتضايق. ليه اتضايق من ايه؟ لا 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 انا بتكلم كلام منطقي. لا 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 ما تتضايقش، نكمل الحوار عادي وصريح، لان هو الجواز دايما بيبدا كده يعني وبعد كده بيستقر. بالظبط. انا ما بحبش اللف والدوران. ما تتضايقش يعني. لا لا انا بحب ابقى دايركت. مفيش لف ولا دوران. خد نقاش رايح جاي. بسم الله الرحمن الاول. احنا بنتكلم بصراحه سيدا، احنا مش جايين سوري لا داخلين معرض نشتري حاجه ولا حضرتك جاي تشتري حاجه او تبيع حاجه. احنا بنتكلم في صراحه في 1 2 3 وحضرتك هتقولي 1 2 3 هو هيقدر او الاسره هتقدر هيقول لحضرتك اوكي، مش هيقدر هيقول لحضرتك برضو انا مش هقدر. وطبعا ربنا يبارك لك في الافضل والاحسن. قبل اي اتفاق قبل اي حاجه طبعا العصمه في ايدي عشان بس نبقى متفقين من اول. انت بتقولي طلباتك. تمام. بنتكلم دلوقتي من الطلبات. انا عايز اسال سؤال بس قبل ما اكمل حضرتك الكلام. يعني هو لما ياخد حد يخطب له هيقعد ساكت كده يتفرج عليه؟ لا هو مش جاي مجرد ان هو ممكن. طب ما كانش جه اصلا. لكن لازم يشارك في الحوار معاكوا عشان نفهم. عشان نفهم كلكم. اصل انا حاساه قاعد كده ملوش لازمه فما كانش جه اصلا. استاذنكم دي واحده بس. سوما عايزك ثانيه واحده. حاضر. هو لا ممكن اتفضل اتفضل يا استاذ عبد الرحمن. انت هتجيب لي الكلام انت. انت جاي ليه؟ انا مش فاهمك مش فاهمك. طب ما استنى نشوف بس. يعني انا هو ما قالش طلبات. هو ما قالش طلبات. يعني ما قالش طلبات بتاعته. عايز اسمع الطلبات بتاعته. ثواني. ممكن تبقى تبقى
اسف يا جماعه. لا لا يا استاذ عبد الرحمن، تحت امرك يا فندم. حضرتك في المقام كويس. الله يخليك، شكرا. شكرا لله. سوما. ايوه يا بابا جاي دلوقتي. يا جماعه اتفقت مع بنتي خلاص. اتفضل يا استاذ عبد الرحمن. احنا يعني لو في ان شاء الله نيه يعني ان احنا نتم الموضوع بخير ان شاء الله، احنا ممكن نعمل يعني اتفق على شبكه مثلا ما تقلش عن 100,000 جنيه. تمام. نعمل فرح مثلا في فندق كده يكون 5 نجوم او حاجه او 7 نجوم. الشقه طبعا هتكبر مساحتها زي ما انت اتفقنا عليها كده. لو قلنا امين توكلنا على الله وقرينا الفتح. نسينا المهر برضه 100,000 جنيه. ايه يا فندم؟ نسينا المهر برضه 100,000 جنيه. انا قلت المهر ما هو المهر اللي بيجيب لي الشبكه. تمام يا فندم. اللي المؤخر بقى ده على حسب ما تتفقوا يعني. اذا كان مثلا ايه؟ خلاص تمام. ماشي نقرا الفتحه؟ لا استنى يا بابا الاول نمضي على الورق نشوف هنكتب ايه وهنعمل ايه. لا نقرا الفتحه الاول يا حبيبتي وبعدين نشوف. ممكن ان حضرتك تحدد معاك، انا هقول لحضرتك الافضل والاحسن ان حضرتك تحدد معاك تكون. لا انا مسافر كتير مش فاضي. ده هي متصله بيا جايباني من المطار على عيني. الاستاذ طارق والاستاذ امل يكونوا موجودين مع حضرتك. مين طارق وامل؟ الاستاذ طارق والده والدتي. والدي والدتي. والد احنا لسه هنستنى والده والدته. امال هما يعني امال انتوا جايين تعملوا ايه؟ الامر الطبيعي هما اتفقوا الناس خلاص على الحاجات اللي احنا طلبناها. لا الامر الطبيعي انا بتكلم استاذ عبد الرحمن، انا بتكلم في الامر. لا لا ما بحبش الكلام البق. مين اللي بيحط؟ مين اللي بيحط؟ يبقى على ورق. هنمضي على ايه حبيبتي؟ لحظه على الاتفاق اللي هنتفق عليه. اتفضل. ممكن عشان القعده ما تنشنش بس هنقرا الفاتحه الاول يا شريف. نقرا الفاتحه. هي الفاتحه على اي شيء. انا مش فاهمه انت ساكت ليه. بركه وكل حاجه بس انا بتكلم. انا شايف حاجات غريبه. طب انت تقرا الفاتحه موافق ولا ايه؟ انا هقرا الفاتحه بس انا مش انا العريس. امال انت جاي تعمل ايه؟ انا مش ماشي. انا هقرا الفاتحه من غير ما العريس يقرا. عايز شوكولاته؟ طيب انت جاي عشان الشوكولاته؟ لا مش جاي عشان الشوكولاته. لا هو مش محتاج. مش محتاج عشان الشوكولاته. اسمع انت بتتكلم معايا كده ليه؟ انت اللي نادر. انت بتتكلم بالاسلوب كده وانت ساكت له ان هو بيتكلم كده معايا بالاسلوب ده. اسمع لو سمحتي في حاجه في ليه حضرتك حاسك ان في عايز. معلش اصل لا بص هقول لك بقى حاجه. انا عضو جمعيه المرأة تمام وعارفه الرجاله بتتعامل ازاي كويس. يعني عارفه المفروض يتعاملوا ازاي من ناحيه من البدايه. من ناحية لازم الواحد يتناقش ويفرض سيطرته ويفرض كلامه. يعني لازم تديهم على دماغهم من الاول كده. لا مش لدرجه كده يا بابا بس لازم الواحد. مين اللي يدي مين على دماغه؟ وما حدش. بص هي العلاقه مبدئيا ما بين كل راجل وست او راجل وراجل او ست وست. طب نقرا الفاتحه. تكون عامل على الاحترام. نقرا الفاتحه حضرتك بس يا فندم عشان هنقرا الفاتحه. لا لا اصل انا مشكله التنشن دي انا ما بحبهاش. سيبك منها هي تنشن هي لوحديها على نفسيها. احنا نقرا الفاتحه. في حاجه يا بابا؟ ما هو لازم. لا يا حبيبتي هنقرا الفاتحه. ماشي ما هو القرار الاول. خلاص اوكي نقرا الفاتحه الاول. يلا يا شريف. لا لا استاذن حضرتك حاجه يعني. لا ايه ممكن لا استاذن حضرتك حاجه. ما هي الاستاذه بس ما عايزه تتكلم تقول حاجه. نقرا الفاتحه وبعد كده نشوف هنعمل ايه. هو هي هو بس انت جايبه محامي عنك يعني انت ما بتعرفش تتكلم. هو ما حضرش حاجه قبل كده فعايز يعرف. هو مش فاهم. طب نقرا الفاتحه شريف. يعني ايه هو صغير يعني ايه مش فاهم؟ لا اكيد هنقرا الفاتحه. راجل راجل وشغال وكل حاجه. طب امال ايه؟ انا عايز انت كده بتقلل منه. لا انت بتقلل منه كده ان هو انت بتقول كده ان هو صغير. هو يقول لك نقرا الفاتحه. والده لو قاعد وكان يتكلم هيقلل منه. والده لو كان قاعد ببساطه لو كان قاعد هيقلل منه مش هيقلل منه. بس انت حضرتك بتقولي الكلام انا عارفه الرجاله مش عارف ايه. انا بقول لحضرتك هي طالما اي علاقه قايمه على احترام ما بين اي شخص ست وست راجل وراجل راجل وست ما يبقاش فيها الموضوع ده. لكن احنا من ساعات ما يا جماعه انا الكلام ده هو له ايه قلت لي؟ يا بس انا مش هقرب له حاجه. اه انا ما اقربلوش. طب يبقى هو يتكلم بقى. ايوه عايزين نقول ايه بقى؟ الكلام ده كتير يا جماعه. انت عايز انت شايف ده هري ملوش لازمه. عايز بابا والحاج يعني اقرا الفاتحه. شكرا يعني. قاعدين ويقروا
الفاتحه مقصوده براحتك. خلاص نقرا الفاتحه. هنقرا الفاتحه يا شريف؟ لا لا. ايه هو بمزاجك؟ اه بمزاجي. لا مش بمزاجك. لما يجي والدي ووالدتي ونقرا الفاتحه. لا مفيش حاجه اسمها كده. انا شايف ان احنا لحد دلوقتي اصلا ما اتفقناش على مش انت قلت اوكي انا موافق على طلباتك يا عم اللي انت قلتها دي؟ هي دي كده هو بيسمع. ايوه هي دي بس طلبات. هو ما قالش موافق، هو بيسمع الطلبات وهيعرضها. هو انت بتتكلم ليه؟ هو انت تقرب له؟ انا بتكلم اصلا. يبقى ما تتكلمش. انا بتكلم. لا انا كلمتي هنا اللي ماشيه. انا هقرا الفاتحه. تقرا الفاتحه. لا انا استاذ عبد الرحمن. تاني ورا. نعم بتكلم مع استاذ عبد الرحمن. وانا ايه يعني؟ انا مش موجوده ولا ايه يا ابني؟ هنقرا الفاتحه ولا ايه؟ خلينا نخلص الكلام ده. ماشي دلوقتي انت هتقرا الفاتحه النهارده. العرف اللي هنقرا الفاتحه نقعد مع الوالد احنا كده خلاص. هنقرا الفاتحه ونمشي. انا صح بابا نقرا الفاتحه. ليها الفاتحه. ايه الفاتحه؟ خير في كل حاجه. تمام على الفاتحه. حضرتك بقى ممكن ان شاء الله تحدد معاك وهيكلم ال الف مبروك يا بسوم. الحاج والحاجه وتقعدوا مع بعض ويشوفوا الطلبات ايه. بس طيب الشبكه هنقول بكام؟ 100,000. انت ايه رايك في الموضوع؟ يعني ما ينفعش تبقى 70؟ انت بتفصل. انت جاي تهزر. لا والله. امال ايه؟ بتفصل ولا ايه؟ مش فاهم. تهزر؟ اصل 100 يعني 100 شايف ايه؟ مفيش مشكلة. 100 100 كتير عليا يعني؟ انت لسه من شوية قايل اوكي بوافق. مية الشبكة 100,000. اوكي على ايه؟ نعم؟ انت هتراجع المفروض ناس ولا انت اللي المهر من نفسك؟ لو سمحت ما تتدخلش. انا هراجع مع نفسي بقى بعد كده. انت ما تقربلوش يبقى ما تتدخلش. بعد اذنك. انت صاحبه ولا جاره ولا مش عارفة ايه؟ انت مش قريبه. يبقى انت ما تتدخلش. حبيبتي المهر كام؟ ايه تقول؟ طب كلمتك ليه؟ براحتك. هو مش موافق. طب ما يوافقوش. وما دول مين اصلا؟ هم انا جاي معاك حد كبير لازم احترم قعدتك وقعده الناس اللي في البيت. في طريقه الكلام. وحضرتك مفروض انا من جمعيه حقوق المراه وبقول لك. حضرتك المفروض من جمعيه حقوق المراه يعني في جمعيه اجتماعيه مجتمعات تعرفي. حضرتك المفروض. انت شكلك كنت جاي تهزر اصلا. انا شكلك كده جاي تهزر. انا بهزر وانا هكلم زميلاتي هما هيتصرفوا في الموضوع ده. بهزر. جاي بهزر في ايه؟ انت كده جاي بتهزر. بهزر في ايه؟ طب بتقولي يا بنتي بيهزر في ايه؟ ده هو مستعد يمضي ضامن لصاحبه. لا انا ما بمضيش ضامن لحد. انت على ايه؟ بقول لحضرتك لا لا نكتب الطلبات بتاعتنا. امضي ضامن انك انت ضامن. لو هو ما عرفش يتصرف في الحاجات ديت انت ممكن تساعده وتتصرف فيها انت. انا قلت لحضرتك قاعدين قعده تعارف. تمام. ما احنا بننتج في التعارف. احنا مش جايين تعارف. قلت لحضرتك لحضرتك احنا بننتج في التعارف. انت ساكت ليه؟ انا حاسه ان انا واحد جديد قدامي. طيب انت معاك بطاقه؟ هو بيتكلم اهو يعني. ما هو مش معاك بطاقه. وريني بطاقتك لو سمحت. ايه يا فندم اللي حضرتك؟ معلش انا ايه؟ لا اصل هو قبل اول من شويه قال انا مستخلص في الجمارك وقال لي بتاع. وريني بطاقتك. اول حاجه انا ابن عم ابويا وزير الداخليه. اهلا وسهلا. شرفنا. اهلا وسهلا. شرفنا. بتخوفني؟ ماشي اوكي. انا معديش اطراد والله. انا مش اطراد. معاك بطاقه يعني انت معدي ال 21؟ مستحاله. انت بتتكلمش. انت ساكت. بعد اذنك. انا بشوف الوظيفه. اسمع ليه؟ بعد اذنك. ايه بتاعت ليه؟ جم المطار. التصريح بتاع يا حبيبي ده بتاع المطار. حضرتك ما دخلتش المطار قبل كده. انا اللي ما دخلتش المطار. على فكره اسلوبك ده غلط. انت طيب بالانجلش على عني. ده غلط. انا وانا يا فندم محترمه جدا. انا فندم ما ينفعش ان احنا اتفضل دلوقتي حضرتك. لا تعالى لحظه شلون هنا المخلص. نخلص كلامنا الاول وبعد كده اطلع. اما نكمل شغل عيال. مش هيبقى شغل عيال. هو تنسحب ازاي؟ ده شغل عيال. مش كفايه الشوكولاته اللي جايبها دي؟ ما تنسحبش ازاي؟ تنسحب ازاي؟ استاذنك استنانا في العرض يا فندم. تنسحب ازاي؟ ايه ده؟ جايبين شوكولاته تقرف. وايه ده؟ انت تنسحب ازاي؟ تقرف طبعا. دلوقتي يا استاذ عبد الرحمن انا جاي البيت حضرتك هنا دلوقتي وقلت لحضرتك الشريف 1 2 3. تمام. وحضرتك قلت لي انا عايز واحد. يا تمام. وحضرتك اسمه ايه اللي خرج ده؟ عشان عندنا بس في حاجات بره مش هينفع. اسمه ايه؟ استاذ بسمة. اللي خرج ده اسمه ايه؟ نادر. نادر. لا اصل ده اسمه عدم احترام. احنا بنكمل. ليه؟ لا ليه يا فندم؟ لما يخرج واحنا قاعدين. لا اصل حضرتك برضه بطاقه من بطاقه. هو من احنا بنكمل الكلام ده. بنكمل الكلام. وحضرتك قلت لي انا عايز. طب اخرج يا شريف انت هات وبعد اذنك. اتفضل. وحضرتك قلت لي انا عايز واحد
تمام. هو هيروح هيقول لباباه والله يا عمو عبد هيعرض عليه الشبكه، هيعرض عليه كل اللي حضرتك قلته بالتفصيل والمهر بالتفصيل. رافع التليفون لحضرتك يا استاذ والله يا استاذ عبد الرحمن، انا ان شاء الله امكانياتي كذا 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 كذا، تمام. لو امكانيات دي قال عليها خلاص تمام، انا حضرتك امكانياتي ان شاء الله تمام، وهيدي لحضرتك الايميل لك تماما عن الامكانيات دي هقدر ادفع، ويجي نتمم الموضوع. ما قدرش لا قدر الله ومفيش امكانيات وحضرتك بتفضلي ما بين، هو انت بتتكلم بصفتك ايه؟ انا مش فاهمه. استاذ اسمع، هي الفكره ان دي كلها حاجات حاجه فين؟ ايوه اصل انت بتقول بص انت عمال تقول ايه؟ اتفضل استاذ ثواني بس عشان ننهي القعده دي. هننهيها عشان خاطري، هننهيها بالاتفاق. انا ما انا موافق على اللي انت بتقول عليه ده، مش قادر افهم. ارتاح حضرتك وانا بكلم حضرتك عشان خاطر بتاعك دلوقتي. هننهي الاتفاق ده. لا انا عايز افهم استاذ بس. اه حضرتك متضايقه مني، قولي لي ايه اللي مضايقك او ايه التنشن اللي موجود فيه ان انت الاسلوب مش عاجبني والطريقه والاستاذ. اتفضل طب اتفضل. لا قولي لي معلش خلاص هنتكلم، مش هينفع تتكلم كده والله. بقولك معلش مش هقدر، هو هيجي يشوف وهنخلص الموضوع ده، مش هياخد دقيقتين. لا والله لا، هما دقيقتين والله دقيقتين. انا عندي ظروف. حاضر دقيقتين بس. اقول لك من الاخر ضايقني ايه؟ اه من الاخر ضايقني ايه؟ المفروض ان شريف جايب والده ووالدته وجايين نتعارف، فانت جايب لي ابن الجيران وعيل صغير. فانا مش فاهمه ده اسمه ايه؟ انا مش عيل صغير، من سن. امال ده ايه؟ طيب اتفضل استريح يا استاذ. من سن حضرتك ومن سن استاذ شريف. والله؟ اه والله. تمام؟ عامة احنا بنتكلم في حاجة المفروض قاعدة دي قاعدة خير. جواز تم ما تمش، ليك الأفضل إن شاء الله في حد تاني خلاص. كان هو شريف راح فين؟ اتفضل حضرتك اسمعيني. أنت قعدتي بتسمعيني لو سمحت، أقعد اسمعيني. ممكن؟ حضرتك أنا قلت لحضرتك شريف 1 2 3. طب اسمعني حضرتك ليك إن شاء الله. ماشي اقعد. طب اقعد حضرتك بس. اقعد حضرتك بس. اقعد حضرتك. يا أستاذ نادر دقيقة واحدة بعد إذنك. يا اقعد. هو مش شغل عيال صغيره، احنا ناس كبار وعاقلين. استاذ نادر احنا اتفقنا على كل حاجه. اتفضل اتفضل. اه اصل احنا مش عيال صغيره هنا. خلاص انا خلاص يا بس. سوما سوما حبيبتي احنا اتفقنا. حاضر يا بابا. اقعد يا شريف خلاص. اعتبريني مش هقول لك اتفضل. لو عايز تعتبريني اخ اتفضل. تمام اتفضل. اقعد اتفضل 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 استاذ نادر. خلاص اتفضل. اه هنقول لك على حاجه بس قبل ما تكتب. مش هتقول لك هي على حاجه والله. اتفضل. هي هتقول لك الطلب الاخير اللي هي هتطلبه من حضرتك، ويبقى كده الموضوع ده متفقين عليه. بس حضرتك ان شاء الله اسمع، عايز الشقه تكبر شويه. لا اسمع طلبها الاول. ما انا هو راجعها. انا بس عايز اقول لكم حاجه. ايوه اتفضل. لا بلاش انتوا. انا قلت حاجه، انا لسه اتكلمت. هي هتعرض. اسمع انا بسمه من جمعيه تيوليب لحقوق المراه. ايوه عايز اقول لكم ان انتوا اتعمل فيكم مقلب بالظبط كده. وانت قال لي مسهره. لا اصل انا قاعد كده مع شخص وصلنا ما يبقاش حد. هو شريف اللي سهل. اه شريف هو اللي قام بالواجب. نورتونا وشرفتونا وخايفين ابعتلكوا. وممكن نبص هنا للكاميرا ونقول موافقين الزياع. لا مش موافقين. ليه؟ لا عادي هيكون في تصوير. لا تصوير؟ احنا صورنا كل حاجه. كل حاجه اتصورت. هنبص هنا ونقول ان احنا موافقين. مش عايزينك كده تتوتر، كتر خير.